ترجع جت خلنا نطلعها. الله يرفع قدركم. برامج الواقع طبعا فضل رب العالمين، برامج الواقع منذ انطلاقتها طبعا الهادفة وأنا معها فضل رب العالمين، يعني بعض القنوات اللي انطلقت من سنين مع بداية انطلاقتها أنا كنت معها، فكنت شبه ضيف دائم مستشار لبعضهم، فتكونت عندي نوع من الثقافة حولها. لذلك اسمحوا لي أتكلم فيها نوعا ما شوي ونخش على الموضوع المهم، لكن المفتاح هي برامج الواقع. برامج الواقع تميزت بشيء جوهري، ما هي؟ الشباب الصالحين. هذا أنا طبعا هذا جيد، لكن أنا أقصد شيء، خلنا نشوف اسمع أصوات. تميزت بشيء اللي هي اللي أنا أشوف اللي هذه الأشياء اللي أنا شفتها فيها اللي هي الأوقاف ومساعدة الأيتام وال. جميل. أنا ما أقصد هذا، لكن أيضا. بس هذا من الأشياء اللي شدتنا نتكلم. فقط ترى برد الإنسان. واستطاعت جميع الفئات يشاهدونها. جميل. عندهم رسالة شوف. عندهم رسالة. جميل. جميع المواطنين الاستفادة، حتى اللي يشارك فيه يستفيد من البرنامج نفسه. جميل كلها جميل، فوائد جميلة. لك انا مو اللي ببالي، لكن انتم فعلا اثريتوا حول الحمى يا شيخ. كل ها في احد حول الحمى؟ والله حول الحمى كلها. هو كم حرف يا شيخ؟ هو لغز. لغز هو. الله يسعدك يا شيخ ويوفقك. تقولون ولا اقول؟ قل يا شيخ. طيب برامج الواقع تميزت بجانب خطير جدا. تميزت ايجابي سلبي، سلبي ايجابي. ها بدات اسهل لكم. سلبي ايجابي، ايجابي سلبي، سلبي ايجابي. اكيد بيها سلبي ايجابي. هي هذا الموضوع. الايجابي هي اللي نحافظه، يعني ترى الكنترول فاتحين عشان بيشاركون، ما انا قابل اي اجابه منكم. اي الاجابه من المتسابقين، واي واحد من الكنترول سكروا هذا عشان لا اسمع صوت عندي. إيه اللي يشارك منكم يا الكنترول بخليه أبو صالح يخصم. أعطني الأربيز يا شيخ، بدأ أسمع. أعطيك الأربيز؟ لا هم يبي يشاركون، ودهم يشوفون هذا، ودهم يكونوا معنا، لكن أنتم معنا بقلوبكم. كم حرف؟ أي أنا قلت برامج الواقع تميزت بشيء، الشيء هذا وصل الرسالة. خطير وإيجابي، وإيجابي وخطير. والله يا شيخ استطعنا بس ما استطعنا. إذا شافوا أنا يا شيخ أقول لكم يا شو؟ أنا إيه. إذا شافوا الشيء اللي فيه خير وفيه إذا أصفوا معه وقفوا معه، والشيء اللي إذا شافوا فيها تقليل أو تنقيص أو شيء زي كذا عرضوه وقفوا معه. والله أنتم تجيبون درر صراحة، لكن مو مو اللي في الخاطر. أنا أقول لكم عشان نكسب وقت، يروح الوقت علينا إحنا ما استفدنا. هذه الكاميرات، هذه الكاميرات اللي في كل مكان. شاهد عليك في نشرة. أي والله. أي والله في كل مكان. الناس يتابعون ويسمعون، يشوفونكم في كل مكان. هذا حاجة تقدر تسميها المراقبة. سمحوا لي يا عيالي، لكن أنا أولكم ترى. نجي نتجمل. أحف الشنب زين. وأضبط القتيرة. عشان أطلع بأفضل صورة أمام مظهر الناس. مظهر لائق. مظهر لائق، وهذا شيء جيد. إنك تكون في صورة حسنة، الناس يرون ظاهرك ويراقبون ظاهرك، لكن الله يعلم باطنك، يراقب باطنك. الشيء الإيجابي في هذه الكاميرات إن فعلا تزرع فينا هذا الجانب، حريصين حنا ما نطلع إلا بالصورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما نطلع إلا بالصورة الحسنة، بالموقف الجميل، بالطروح الرائعة. لا أحد يلمس علينا كلمة، ولا المشاهدين يشوفون علينا شيء، وحريصين عشان بكرة نكون في التصويت تحملون عبارة ذي. أنا اللي أبقى أن اللي كلكم إن شاء الله فايزين، كلكم رائعين، عشان والله من يصل إلى النهاية من فارس البزنس على قولته. فنتجمل أمام الناس، وهذا ما في مشكلة عندك، هذه مسابقة تنافسية، كل سنة يحرص على أن يكون أفضل. لكن أنا ما أقصد هذا، أقصد ليه ما تكون عندنا مقارنة؟ هل نحن أمام الله بهذه الصورة؟ هل نحن كما حرصنا على التجمل أمام هذه الكاميرا الذي ما شافت فينا إلا الظاهر، هل فعلا نحن حرصنا أن نتجمل في الباطن؟
هذه سؤال كل واحد منكم يجيب يجيب نفسه بنفسه. صح. لذلك المراقبة يا إخوان ترى عبادة عظيمة، عبادة عظيمة قد تكون هي أصل كل عبادة، أنك تراقب المولى عز وجل. حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم، من هم؟ أعطونا إياها. قلب بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، متحابين في الله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرق عليه، رجل تصدق فأخفى، رجل تصدق بصدقة فأخفعت، لا تعلم شماله ما أنفقت يمين، الله شيل بين عينيه وشي. من ذكر الله رجلا كفاءت اليتيم، دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وأنت عارف شو بتقول، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. لو تأمل كذا إيش الرابط بينهم؟ من أعظم الرابط أنهم كلهم يراقبون الله عز وجل. أنا قصة دائما أذكرها حتى بعض الناس ملوا منها، لكن خلنا أقولها دائما، ذكرها من قدامة في كتاب التوابين.